مرحبا، حلقة جديدة مثل في عليكم لليوم من بي ماي جيست. اليوم ضيفتنا جوانا فرانسيس تنحكي عن الشامبينيون من بعد موسم بحر كامل. بعتقد اليوم في كتير ناس ودعوا البحر وبلشنا مدارس وبلشنا جامعات، كتار منا رح يكونوا عم يهتموا يرجعوا بجسمهم، عم يهتموا بشعرهم، وخاصة عم يهتموا بالشامبينيون يلي لقطناها منكون من وراء البحر. أهلا وسهلا فيك جوانا. أهلا فيكم. اليوم موضوع كتير مهم، الشامبينيون. كتار منا منلقط شامبينيون من وراء البسين، وبحلقات سابقة قدرنا وجهنا المشاهدين كيف ننتبه وما نلقط الشامبينيون، بس بدل في ناس عم تلقط هالشامبينيون. شو الحل لهالمشكلة؟ وقدي مفروض يكون الديوريشن تبع العلاج؟ يعني هل بتطول كتير معنا؟ اول شيء بدي اقول انه حبيت احكي عن هذا الموضوع هلا، لانه تقريبا بلشت تخلص صيفيه، بس هلا بلشت مزبوط سو بلشت العالم، بس بعد العالم عم تروح على البحور وعم تتحمم بالمحلات الببليك وهيك. سو بلشنا نشوف الشامبينيون موجود على الجلد، جلد الاجرين مش الضفيه. سو جلد الاجرين كيف مثلا ننتبه انه هذا شامبينيون ما انه نشاف عادي؟ بيكون في اجمالا احمرار، بيكون في مثل تقشير ابيض، ايام بيكون في حك. سو كثير عندنا تندنس انه بس في حك نحك الاجر ونرجع نحك الاجر الثانيه. سو اول شيء صار في ريسك انه عم نعدي من اجر لاجر ثانيه، وايام كمان عم نعدي الايدين بصير في الفطريه فيها تنتقل لايدينا وللضفير. سو بنكون شيء بنصير بشيء ثاني. وهي اساسا يعني شيء كثير بسيط، مجرد ما نحن نهتم بهول الاشياء اللي هلا بدي احكي عنها فينا نتجنب بكل سهوله انه يكون عندنا شامبينيون بالاجرين، وحل كثير سريع وسهل. نعم. بتعرفي جوانا، يعني هلا قبل بكره رح نعمل حلقه باك تو سكول كمان نحكي عن توجيهات للاهل وللاولاد وللتلاميذ، بس هلا قبل يعني بتحسي ايلول او تشرين مثل كأنه ناس ترجع بتهتم بحالها، ترجع بترتب امورها، بنحس اول شتوية العالم ترجع بتعمل بتراجليش، عرفتي بتراجليش، الاولاد بيرجعوا بيناموا مع بكير. يعني بالصيفية بتحس الناس ونحن يعني مفتوحين عن كل الاحتمالات، انه واحد ما بيكون عم بينام بكير، انه واحد يكون مستنشق اذا بدك اكثر، بالشتا بنرجع بنحس انه في راجل معينة لازم نمشي عليها، ومنا نرجع نهتم بجسمنا. انه يعني بالصيفية بنقول حتى وجهنا اذا ما نهتم فيه بنقول يلا بكره اول شتا بنرجع بنروح، او اول شتا بنرجع بنبلش ليزر، او اول شتا بنعمل صوان لشعرنا. يعني على طول اول شتا بيكون موسم تنبلش كثير اشياء. منا الاهتمام ببشرتنا، الشامبينيون ممكن ينتقل مثل ما قلت لنا من حالنا لحالنا، وطريق العلاج واكيد من غيرنا لحالنا. يعني يعني كثير انا بصير انه اذا حدا راح يعمل بيديكور وهيك، هيدا مثلا شامبينيون تبع الضفير بعدين بنبقى بنحكي عنه. كثير بنلقط بسرعه اذا ما بنستعمل اغراضنا الخاصين للبيديكور. سو هيدي كمان شغله لازم النساء ينتبهوا لها كثير. حتى في ينعدى بالمناشف، اذا استعملنا مناشف ببعض، اذا نمنا بتخوت بعض، اذا لبسنا شوز بعض. واكثر شيء يعني الشامبينيون اجمالا او الفطريات بيعيشوا يعني مثلا ببيئه تكون مش برطبه، يعني مخمخمه، يعني اذا العرق او المي كثير مغروم فيهم الفطريات، يعني مغرومين فيهم الفطريات. يعني كل ما كان الانفيرونمون او البيئه اللي هن محطوطين فيها عرقانه، كل ما بيكتروا اكثر واكثر. مشان هيك كثير بنلاقي انه خصوصا بالصيفيه في عالم مثلا بحكم شغله مجبوره انها تضلها لابسه شوز مسكره، سو بيصيروا يعرقوا اكثر واكثر اجريون. بتقول لك طب انا شو بدي اعمل؟ ما في البس شيء مفتوح. مشان هيك في مثلا نوع من باودر معين بينحط، هذا الباودر بيبقى خفيف منه مزعج، بيبقى فيه بقلبه شيء مثل مطهر خفيف وشيء بيسحب العرق. مشان هيك فينا نتجنب انه يصير عندنا فطريات من وراء هذه الطريقه مثلا. اكيد كمان ضروري انه نتفادى انه نتحمل بمحلات عامة، يعني إذا رحنا على البحر خلينا أفضل نتحمم بالبيت مش بالمحلات العامة، أو إنه نلبس صندال. يعني الصندال تبع البحر كتير مهم إنه نكون لابسينه نحن عم نتحمم أو إذا كنا بالبسين. يعني المي كتير أساس 100%، exactly. وفي عالم مثلا عندها تندنس انه ما بتعتبر انه الصابون يمكن بينشف اجرين، بيتفادوا انه يغسلوا اجرين بمي وصابون، بيغسلوا اجرين بمي عادي بيعتبروا انه شطفون وهيك. لا، الصابون كتير مهم لانه بينشف بشيل الرطوبه. على اكيد كثره الغسيل، اذا واحد بغسل 4 مرات اجريه بالنهار اكيد في تندنس عاليه انه ينشفوا ونصير يفوت باكزيما ونشف جلد وهيك.
وهيك. فهيدي واحدة من الأمور. هلا بقول إنه إجمالاً علاجاتها كتير كتير سهلة فيها تنحل، يعني مجرد إذا حدا ما بده يروح تغري على طبيب مختص، إذا شغلة هيك هينة وسهلة في يقطع، منا كتير سفارية، منا كتير في حكة كتير قوية وهيك، في يشوف الصيدلي تبعه بيعطيه كرام. هذا الكرام نحن بنقول له اوفر ذا كاونتر، يعني هو اللي بينعطوا بلا وصفة وما نون غاليين، بيصير بيدهن منهم وعلى فترة معينة. إذا ما مش الحال ساعتها في يروح عن طبيب الجلد المختص بيساعده كمان، لأنه أيام بيضطر إنه يصير يعطيه حبوب يعني يبلعون. يعني للأشياء أكيد اللي ما مش حالها أو شوي أخذت كتير وقت. هلا كتير يعني خصوصي مثلا في عالم دغري منحولهم، يعني حتى ما منجرب إنه نعملهم علاجات. إذا شخص عنده سكري، لو شخص عنده سكري عنده طندانس كتير، عنده يعني كتير ريسك إنه يعمل منسميه يعني العقر بالإجر. إذا بلش بشامبينيون بيصير بحكة، معقول تلتهب كتير بسرعة ونكون بشي نصير بشي تاني. عشان هيك دغري منحوله عند الطبيب المختص لدغري يعطي أشياء تتزبط العقر مع تنتفادى أنه يصير فيه أي التهابات وأي 100%. أنه خصوصي بتكون مناعته كتير خفيفة. فهلا مين اكثر شيء معرض؟ هن الرجال اكيد، لانه او يعني اكثر لانه بيلبسوا اشياء اكثر بشغلهم، بيبقوا مشغولين ضلهم لابسين الشوز المسكر. وكمان العالم اللي بتمشي حافيه كثير عندها تندانس، العالم اللي بتنتقل مثلا، معقول مثل ما قلت انه بتنشف منشفه غيره يعني هو الاشياء كتير مهم كل شخص يكون عنده غراضه البيرسونال هايجين، يعني يكون شخص هو بيهتم بينظف مظبوط وينشف اجريه كتير اساسي. ضروري كتير ينشف اجريه، يعني حتى لو اضطرينا ننشف بالسشوار اجرينا نعملها يعني ضروري. اصلا بعتقد كثير من الناس اللي بيكون عندهم شامبينيون اذا راحوا عند الدرماتولوج او توجهوا عند الصيدلي او عند الطبيب بيقولوا له انه ينشف اهم شيء بالسشوار اجرين، لانه تيسحب كل هالرطوبة اللي موجودة. قدي خطر اليوم جوانا انه واحد يلبس شوز تاني؟ يعني يمكن فينا نستعير بلوز من بعضنا انه قدي الشوز شيء كتير عن جد ما لازم واحد يستعير. اذا حدا عنده شامبينيون بفضل انه هو بالمره يعني ما تما يعد غيره كمان وتما يعد حاله، يعني يكون في اكيد يعني نهول الشوز تبعنا، كثير مهم انه نهول، لانه طالما اذا نحن عم نتركهم بمحلات مسكره عم بتضل الرطوبه هيك بضل عايش الشامبينيون، طالما مثلا شمسناهم هويناهم مش الحال. يعني ما بدنا كمان نعقد الامور كمان ولا نعقد الناس، شغله بسيطه ما بدنا نكون كثير بيكي يعني بحياتنا، بس اكيد واحد انه يتوقع يعرف حاله انه ما اذا منشف رطبه ما ينشف فيها، اذا منشف مثلا بمحلات عامه يتفادى انه ينشف فيها، خصوصي بهيك اشياء انه عادي البيرسونال هايجين ونتفادى اكيد رطوبه وكل شيء يعني ممكن يسبب او يخلي مظبوط. يعني ايام حتى المبرد اذا بعده مستعمل ورجعنا استعملناه فيه ينقل. هلا قد اشياء صغيره احنا عم ننتبه لها مظبوط، ومنا وشغله منا خطره، يعني شامبينيون بالجاي منه شيء خطر، يعني ما بدنا نبنك عليه، في حال صار فينا دغري نتفاداه ودغري نحله. اذا التزمنا يعني جمعتين بكون تقريبا مش الحال يعني 100%، بس اكيد بدنا التزام وبدنا نكفي على الايجين، يعني على النظافه الشخصيه اكيد اهم شيء. جوانا معودتينا بكل حلقات نعمل شيء بالبيت، نحضر شيء بالبيت. اليوم بدنا هيك تعطينا شيء نقدر نحضر شيء كريم بالبيت يكون قدرته على الاجرين من بعد فصل الصيف. الكوكونات اويل هو وان، يعني هو واحد من الاحلى الزيوت اللي معقول ينعطوا كرمال الاجرين. مجرد ما نحن نجيب الكوكونات اويل البيور، يعني بيكون وقت يكون في سقعه او تمبراتور امبيانت يعني عادي، بيكون تقريبا بيجي باتر مثل زبده، بس نحطه بالشمس دغري بيصير اويل. سو هذا يعني بيور كوكونات اويل. هذا اذا حطينا منه كل يوم عشيه، حطينا منه على اجرينا ولبسنا كالسات لمده ساعه ساعتين وشلناه هون رجعنا، اكيد فدينا انه نلبس شوز تايت، يعني شوز ضيقين وهيك، النعومه تبع الاجرين ما بتصدق قديش بتصير بطريقه كثير سريعه. فهيدي شغله عن جد كثير هينه اذا ما بدنا ندفع كثير حق كريمات وهيك، وشخص ما عنده كونديسيون، يعني ما في شيء بيدعي انه نعطي كريم فيه كذا انجريديان، فينا نستعمل هذا الشيء اللي كثير بسيط اللي هو الكوكونات اويل. اوكي، لكن لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا
وعندهم اي سؤال لجوانا زيت جوز الهند، زيت جوز الهند فيهم ترجعوا على الصيدليه ويجيبوا اهم شيء بيور. لا ايه يعني هو اهم شيء يكون بيور، يعني يقولوا للصيدله تبعهم انه بدهم شيء بيور، وعم اقول لهم كيف يعرفوا انه بيور، انه بيكون على تمبراتور العاده باتر بيجي أوكي. يعني كانه سمنه اذا كنا نقول، بس نحطه بال هيدا بصير اويل مزبوط. يرجعوا على الفارماسي ويجيبوه، يعني موجود بكل فارماسيات، بس يتاكدوا انه بيور، لانه في منه منه بيور وما بينفعهم بشيء. ويستعملوه يوميا هيك بحافظوا على نوع التجيهم. كمان بتساعد كثير انه اذا بيلبسوا الكالسيت، لانه بيضل يعني بيضل وقت محافظ 100%. اوكي، لكن حدا عنده اي سؤال فيه يحكينا على اكيد البيج الخاصه اللي هي الفيسبوك بيج الصدى تي في، يتواصل معنا او بيحكي جوانا على فارما بوينت هيلث اند بيوتي، او في عملنا فولو على ديرمو فارماسي. ديرمو فارماسي وبياخذ كل التبس هونيك يوميا. صار لي فتره ما فتت وشفت هيك هلا اليوم عشي بتشوفني عامله لايك لكل الاشياء اللي بتنزليها. يعطيك الف عافية جوانا. ميرسي، وانا بشكركم كمان. عندنا حلقة عن جد مهمة لكل المشاهدين، لكل الاهل، لكل الاولاد. اسمها باك تو سكول. باك تو سكول، بما انه هلا بلشنا كلنا باك تو سكول، رح يكون عندنا كمان مواضيع باك تو سكول بشتى الاختصاصات، يعني معك رح نحكي مع البسيكولوج كمان كيف ممكن يكون باك تو سكول، رح نحكي عن تيب كمان باك تو سكول والاشياء الثانية اللي بتهمنا بالحلقات المقبلة. كلمة أخيرة. انا عن جد بدي اشكركم انه قد ايه على طول بتجربوا انه تعملوا مواضيع تلاحق وتوعي، ومنجرب اكيد انه على طول منجرب يعني بمساعدتكم انه نتواصل ونساعد ونعطيها بطريقه كثير هيك قصيره ومهضومه وسريعه وهينه، مش انه بتزهق. عن جد ميرسي كثير. وانت كمان جوانا محبوبه من قبل الستاف ومن قبل المشاهدين. خبرينا عن المشاهدين اللي بقصدوك وبخبروك انه تابعوا الحلقات. في يعني في كثير عالم عم تستفيد، وفي كثير عالم بتسالني اسئله من كذا محل، يعني مش بس هون، بيبقوا بالغلط مثلا كانوا عند حدا وحضروا سالوا، فعم حس انه كثير عم نعمل توعيه وهيك. سالوا عنك او عن الموضوع؟ لا سالوا عن الموضوع، فاكيد مش عني. فهذا الشيء كثير مبسوطه انه عم حس عن جد انه عم نعمل شيء عم نوعي، وهذا البيوت اصلا طبعا. 100%. اهلا وسهلا فيك جوانا. اهلا فيك. بننبسط وقت تكوني ضيفتنا، واكيد ان الله راد عنا حلقات جديده معك، واولها هي باك تو سكول الاسبوع المقبل. لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام، على امل هالموضوع يكون نال اعجابكم. نلتقى بكره ان الله راد بحلقه جديده. بشكر فولا بيوتي لاونج وخاصه يارا زكريا على الميك اب واهتمامها فيي، وبشكر كاميليا على اهتمامها فيي وبشعراتي، ولكل حدا عم يسأل عن فولا بيوتي لونج وين موجود. هو بوجه السنترال بالجديدة، فيكن تحكون على رقم التليفون 01-902-167 أو 761-81-65. وبشكر كمان بآخر هالحلقة محلة هاريز بلو. إلى اللقاء.